يقوم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ومن سوف يكون رئيس مصر القادم. طبعا هذا المؤتمر محدد سلفا اليوم الاثنين 18 ديسمبر طبقا للجداول الزمنية التي كانت قد أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل بداية الانتخابات الرئاسية بجداول زمنية محددة تم الالتزام بها. وكذلك هذا المؤتمر يعقد بعد عدم تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات لأي طعون من السادة المرشحين الأربعة، سيادة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامه. لم تتلقى الهيئه اي طعون، ولذلك تم الالتزام بالجداول الزمنيه للاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسيه. للعلم ايضا يعني عشان الساده المشاهدين يبقوا متابعين معانا، هو سوف يتم اعلان الفائز اذا ما حصل على نسبه 50% زائد واحد من جمله الاصوات الصحيحه الذين قاموا بالاقتراع. اذا لم يحصل اي من الساده المرشحين على تلك النسبة الغالبة سوف يكون هناك جولة إعادة في شهر يناير إن شاء الله. خليني برضو أستاذ أحمد أقول لك هذا المؤتمر يعقد بحضور عدد كبير يعني ماشي يا استاذ احمد، سوف ننتظر لهذا الاعلان. خلاص يا هاني احنا قدام امر واقع دلوقتي، خلاص وسط هذا الحضور الاعلامي. اتفضل.